بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السادس بمشاركة 13 راس للخيل العرب للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق للإناث فقط الدرجة الخامسة، المسافة 1750 متر في هذا الشوط. إذا نشاهد الصدارة هنا مع أقل أوزان 55 كيلوغرام من خلال زبيدة سلالة شلاع مع المدرب بدر البلوشي ملك السادة نورا ريسنج ليمتد، والمحاولات تأتي في ثاني المراكز لشعار السيد عبد اللطيف العمادي شيزا أليون مع المدرب بدر بلوشي والخيال توماس لوكاسك. في المركز الثالث محاولات ريديكيول رقم 8 من تدريب عبد الله البلوشي ملك السادة القعية ريسنج والخيال جوزبي، والمتابعة تأتي كذلك من المركز الرابع رقم 1 منابل من تدريب جاسم الغزالي ملك السيد ناصر سعيد العيدة والخيال ماركو كازامنتو. الجياد عند الانعطاف قبل الأخير، لازلنا نتابع وإياكم هنا المتابعة ما بين زبيدة وكذلك شيزا ليون إلى المركز الأول والصدارة، ومحاولات أيضا من الجهة الخارجية من خلال بريزنبو والمالك السيد فالح العجمي والمدرب حمد الغزالي. الجياد تتجه نحو المنعطف الأخير، لازلنا نتابع شيزا ليون مع العمادي إلى المركز الأول، هنا متابعة من أبل في المركز الثاني والمركز الثالث مع بريزنبو أيضا متابعة من بقية الجياد. بعد الانعطاف الأخير والخط المستقيم رقم 1 في الصدارة منابل ومتابعة قوية من ماركو كازامنتو وأيضا محاولات من بقية الجياد منابل إلى المركز الأول والصدارة والبحث عن ثاني انتصار وتوسعة الفارق تدريجيا إلى المركز الأول للمالك السيد ناصر سعيد محمد العيدة من تدريب جاسم الغزالي، ولكن نشاهد رقم 3 كوفيجنت إلى المركز الأول والصدارة. إذن سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل